Welcome our dear students of grade 2. النهارده معانا مع lesson number 42 اللي هنتكلم فيه تاني على ال 2 dimensional shapes. بس هنعمل لهم كده classifying النهارده، هنحطهم كده في groups. بس خلونا في الاول نروح لل daily task بتاعنا للماث calendar. Days of the week: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. 7 days are in a week. تمام. Months of the year: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. They are 12. تمام. وادي ال 120 chart. Our lesson, where is number 42. That means we have been 42 days in this school. ده lesson number 42. يلا بينا نروح للسيشن بتاعتنا اللي اتكلم فيها على ال 2 dimensional shapes, sorting 2 dimensional shapes. Welcome again our dear students of grade 2. رجعنا مع lesson number 42 معانا ومعاكم نوجا. Welcome نوجا. حضرتك عامل ايه؟ تمام الحمد لله. انت كنت معانا في lesson number 41 واللي اتكلمنا فيه على 2 dimensional shapes. تمام؟ تمام. هنرجع تاني في lesson number 42 هنتكلم على 2 dimensional shape، بس هنعمل حاجة صغنطوطة كده. ايه رأيك؟ ماشي ماما. ايه رأيك نعمل لهم sorting او classifying، نحطهم كده في groups؟ حاضر. طب بصي معايا كده. شايفة كده؟ How many triangles in this picture؟ 4. طيب خلي بالك ال shapes بتاعتهم كلها زي بعض ولا they are different in shapes؟ مختلفين. هنلاقي في واحد السايدز فيه equal، وفي واحد السايدز فيه different، وفي عنده right angles، وفي حاجات كده. تمام؟ بس تمام. كلهم ال common property كلهم ان هم عندهم ايه؟ 3 sides. كلهم عندهم 3 sides، يبقى كلهم ايه؟ triangles. تمام؟ تمام. يبقى any shape has 3 sides is triangle مهما كان شكله. اي حد عنده 3 sides يبقى ايه؟ يبقى triangle. تمام؟ تمام. يلا اوكي. طيب طب شايفين ده كلهم؟ في عندي trapezoid، في عندي square، في عندي rhombus، في عندي rectangle. ها طب يا ترى احنا حطيناهم كلهم كده في جروب لوحدهم ليه؟ ايه رايك؟ علشان all of them has 4 sides. كلهم عندهم ادي 1 2 3 4، 1 2 3 4، والسكوير كمان 4، والترابيزويد كمان 4. تمام. تمام. طيب الجروب دي هنسميها ايه؟ quadrilaterals. صعبة؟ صعبة. لا مش صعبة. ها quadrilaterals. Laterals. Quadrilaterals. تمام. اوكي تمام. يعني ايه الكوادريلاترالز؟ يعني الشيبس اللي عندهم 4 سايدز. يبقى اي شيب سواء سكوير او ريكتانجل او ترابيزويد بقول عليه ايه؟ We called it quadrilaterals. Quadrilaterals. Quad. Quad يعني 4 باللغه اللاتينيه. تمام؟ quadrilaterals. يبقى اي حد عنده 4 سايد هقول عليه ايه؟ quadrilaterals. واي حد عنده 3 سايدز هقول عليه ايه؟ triangle. مهما كانت الشيبس ايه؟ different. تمام. اوكي طيب. ها شايفه الشيبس دول؟ ادي 1 2 3 4 5 6، وهنا كمان 1 2 3 4 5 6، رغم ان هم شكلهم different خالص. تمام. بس ده عنده 6 سايدز وده عنده 6 سايد. طب بقول عليهم ايه؟ هيكساجون. هيكساجون. ده هيكساجون وده كمان هيكساجون. يبقى اي حد عنده 6 سايد بقول عليه ايه؟ هيكساجون. طيب نشوف كمان. ادي البنتاكونز. اي شيب اني شيب هاز 5 سايدز مهما كان شكل السايدز دي يبقى اسمه ايه؟ بنتاجون. يبقى عندي دلوقتي عملت ال 2 dimensional shapes بتاعتي، عملت لها classifying. في عندي triangles، في عندي quadrilaterals الناس اللي عندهم 4، في البنتاجون الناس اللي عندهم 5، وفي الهكساجون الناس اللي عندهم كام؟ 6 سايدز. تمام؟ ايوه. طيب ايه رايك بقى نلعب شويه؟ ماشي. طيب بيقول لي circle the shape that answers the question. تمام؟ تمام.
هقول لك فزوره وانت تحليها. تمام تمام I am two dimensional shapes. خلاص دول كلهم عرفنا ان هما two dimensional shapes. أيوة. تمام اللي هي الفلات شيبس اللي هي البوليجونز. تمام I have three sides. Triangle. برافو عليك الترينجل. ليه؟ لان ده بنتاجون 1 2 3 4 5. لا هو قال لي انا عندي 3 سايدز وده كمان هيكساجون عنده 6 يبقى مش معانا يبقى تمام هو البنتاجون. ويل دان ويل دان يا نوجا شطوره. شكرا شكرا. طيب هنا بيقول لي سؤال تاني I am two dimensional shapes. خلاص two dimensional shapes triangle rectangle ها circle وكمان hexagon. تمام I have more than three sides. يبقى مش الترينجل بالظبط لان ترينجل ولا السيركل. السيركل عندها زيرو. تمام وكمان إيه هنعمل ايه؟ هنكنسل كمان الترينجل. هو قال لي ايه؟ مور يعني اكتر نمبر مور ذان ايه؟ 3. يبقى عندنا الريكتانجل والهكساجون. تعالي نكمل. I have 6 verses. هكساجون. هكساجون. طب ليه الريكتانجل خرج من اللعبة؟ عشان هو عنده 4. احنا هنا قال لنا 6 فيرت يبقى الريكتانجل خرج من اللعبة يبقى هو الهكساجون. ايه رأيك في اللعبة دي؟ سهلة خالص. تعالي نكمل فيها. Circle the shape that answers the question. I am a two-dimensional shape. خلاص احنا السيشن كلها على two-dimension. I have fewer than six side. Fewer زي less than يعني عنده less than six side. يبقى هنشيل الهكساجون. يا صح الهكساجون عنده 6 احنا بنتكلم على less than. اتبقى لنا triangle ها rhombus and circle. هنشيل السيركل. هنشوف الوقت يخليها معانا. I have more than three verses. هنشيل الترينجل. More than three صح. وكمان هنشيل السيركل. لأن عندها زيرو هو قال لي more than. Left with us. أيوه هو الرومبس. يبقى which shape I am I؟ طبعا يبقى مين؟ الرومبس. تمام؟ يلا يا نوجا. I am two dimensional shapes. تمام. I have more than four. هنشيل triangle. صح لأن triangle عنده 3. ونشيل كمان ها الترابيزويد. أيوه. لأن قال لي more than four. More than four يعني 5 6 7 and so on. يعني ال 3 ما ينفعش ولا ال 4. طيب. بقى I have well done يا نوجا شطورة. I have fewer than six verses. هنشيل الهكساجون. قال لي less than six يبقى الهكساجون كده ايه؟ باي باي. ها left with us مين؟ البنتاجون. تمام يبقى I am بنتاجون. تمام يا نوجا؟ تمام. ايه رأيك في اللعبة الجميلة دي؟ سهلة أوي. طب ايه رأيك ناخد اكسرسايز تاني؟ حاضر. طيب معانا ومع أصدقائنا نروح ناخد اكسرسايز كمان وهنتكلم فيه على two dimensional shapes. رجعنا تاني اصدقائنا تلاميذ جريد 2 مع ليسن نمبر 42 اللي هنتكلم فيه على sorting two dimensional shapes. شفنا في السيشن اللي فاتت كان عندنا 4 groups. كان عندنا الترينجلز اللي هي الشيبس اللي عندها 3 سايدز واي شيب عنده 3 سايد يبقى ترينجل. وكان عندنا الكواديلاترالز. تمام اللي هما الفيجرز او البوليجونز اللي عندهم تمام 4 سايد. اي حد عنده 4 سايد بقول عليه كواديلاترال سواء كان سكوير ترابيزويد ريكتانجل رامبس بقول عليه كواديلاترال. وكان عندنا البنتاجونز الشيبس اللي عندها 5 سايد وكان عندنا الهكساجون الشيبس اللي عندها 6 سايد. وتعلمنا كمان في السيشن اللي فاتت حاجه مهمه جدا تعالوا نفتكرها. طيب هنا بيقول لي ديترمين هاو ميني سايدز اند فيرسز ايتش شيب هاز. هجيب لنا الشيبس وطبعا ده الفيجر بتاعها او الشكل بتاعها هنا النيمز وهنا الاتريبيوت السايت والفيرسز. هنقول له السايت كام والفيرسز كام
وهنفتكر حاجة اتعلمناها في السيشن اللي فاتت. طبعا ده السكوير، عارفين السكوير 1 2 3 4 equal sides، تمام؟ يبقى السايدز كمان equal. طب والفيرسز؟ ادي 1 2 3 4، واللي ما كانش معانا السيشن اللي فاتت بيقول له يعني ايه فيرتكس؟ يعني بوينت which two sides meeting. التو سايدز دول بيتقابلوا فين؟ في بوينت بقول عليها ايه؟ فيرتكس. طب 1 2 3 4، تمام، يبقى كمان السايدز 4 والفيرسز 4، ده عند مين؟ السكوير. طيب الرمبس ادي 1 2 3، كمان 4 سايدز. طيب والفيرسز ادي 1 2 3 4، يبقى كمان 4. خلي بالك من حاجه مهمه جدا، السكوير كانت سايدز 4 والفيرسز 4 والرمبس 4 وكمان 4. هو كل البوليجونز كده او كل التو دايمنشنال شيبس كده؟ ايوه. The number of sides is equal to the number of vertices. لو لقيت 3 sides هتلاقي 3 vertices. لو لقيت 4 هتلاقي 4. 5 vertices هتلاقي 5 sides. تمام؟ طب خلي بالك السكوير والرمبس عندهم حاجة مهمة جدا خاصة بيهم هما، اللي هي ان ال 4 sides equal in length. ده عند مين؟ ده عند السكوير والرمبس بس. يبقى ادي 1 2 3 4 sides equal in length، تمام. طيب الهكساجون ادي 1 2 3 4 5 6 sides، ويبقى خلاص كمان 6 vertices، تمام. ممكن السايدز كلهم يكونوا equal، يبقى regular hexagon ممكن ما يكونش equal، يعني مش لازم. اوكي طيب مين هنا بقى؟ دي السيركل. السيركل عندها حاجه ديفرنت عندهم كلهم. السيركل ما عندهاش سايدز، السيركل عباره عن closed curved line، تمام، فما فيش سايدز. وطالما فيش سايدز ما فيش بوينت هيتقابلوا فيها عشان يبقى في فيرتكس، يبقى كمان zero sides and zero vertex. خدنا بالنا من الموضوع. The number of sides is equal to the number of eight vertices. 4 and 4, 6 and 6, 0 and 0. يلا خلينا نكمل. Determine how many sides and vertices in each shape. ادي الريكتانجل 1 2 3 4. الريكتانجل زي الترابيزويد زي الرمبس زي السكوير كلهم ايه؟ تمام. الكوادراترال يعني 4 سايدز، يبقى كمان 4 فيرسز. والترابيزويد من الفور من الكوادراترالز اللي عندهم 4 سايدز وكمان 4 فيرسز. الترينجل دي فاميلي تانية خالص، دي الفاميلي بتاعه الشيبس اللي عندها 3 سايد، 1 2 3 سايد. وطالما 3 سايد يبقى كمان 1 2 3 3 verses. احنا حطينا يافطه كبيره كده، قلنا the number of sides is equal to the number of verses، يعني لو 3 هيبقى 3، لو quadrilateral هيبقى عنده 4 sides و 4 verses. مين ده؟ ده البنتاجون، ده فاميلي ثانيه خالص. اي حد عنده 5 sides يبقى بنتاجون. ادي 1 2 3 4 5 sides and also 5 verses، سواء كانت السايدز دي equal or not equal، تمام. فأي حد عنده 5 سايدز بقول عليه بنتاجون، وكمان هيبقى عنده 5 verses. يبقى دي كانت السيشن بتاعتنا اللي اتكلمنا فيها على sorting shapes. عملنا 4 groups، عملنا groups of triangle، الناس اللي عندها أو shapes أو two dimensional shapes اللي عندهم 3 sides يبقى اسمه triangle مهما كان شكل ال sides دي. وكمان قلنا في ناس اسمهم ال quadrilaterals. مين ال quadrilaterals؟ دي ال shapes اللي عندها 4 sides، زي مين؟ زي square, rectangle, rhombus, trapezoid. وفي كمان حاجة هتعلمها في grade 3 ال parallelogram. طيب اتعلمنا كمان الجروب كمان الناس اللي عندهم 5 سايدز اللي هم مين؟ البنتاجون. اي شيب عنده 5 سايد بقول عليه بنتاجون. وكمان كان في جروب اوف ايه؟ هيكساجون، ودي ال 2 دايمنشنال شيبس with 6 سايدز. دي كانت السيشن بتاعتنا اللي اتكلمنا فيها على sorting 2 dimensional shapes. ما تنسوش تشوفوا كل الحلقات من على السكولة والسكولة كيدز، وكمان نعمل لايك وشير علشان كل فيديوهاتنا توصل لكل اصدقائنا.
واللي فاتوا اي حاجه من الحلقات اللي فاتت يرجع لها على قناه السكوله او السكوله كيدز ماس اوف جريد 2 وذ مستر هشام النجدي. مستنيينكم في الحلقات الجايه مع قناتكم قناه السكوله.